تعود مرتدة الآن لصالح النصر، انطلاقة من سعد الحارثي والتقدم من فيجاروا، مرور أول ناجح، فيجاروا 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 فيجاروا، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للنصر في الدقيقة 22، كرة من سعد الحارثي في كرة مرتدة، فيجاروا يفعل كل شيء، يفعل كل شيء، يستمر في الهجمة الناجحة اللي كانت من سعد الحارثي وينطلق بكرة في الأمام، يمر من ثلاثة لاعبين، يغربل ويرقص ويعمل اللي هو عاوزه ويسجل على يسار وليد عبد الله. وبالفيجاروا جميلة جدا كانت من فيكتور فيجاروا، يسجل لصالح النصر الهدف الثاني وهدف التعادل، ويسجل أيضا هدف شخصي خامس له في المسابقة. نتابع مرة أخرى، مرور من نايف القاضي، مرور من سند شراحيلي في السكة، مدافعي الشباب والتسديدة تأتي على يسار الحارس وليد عبد الله، هي أرضية ممتازة وهدف ثاني. سعد الحارثي هو من بدأ الهجمة، الخطأ كان لسعد الحارثي، والتقدير والاحترام يأتي لحكم اللقاء الذي ترك الكرة أيضا تستمر، ومنها فيجاروا مر وسوى العجائب وسجل هدف التعادل، يأتي مع فرحة.